أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من الصحوة نت: أطفال المختطفين رنين القيود تختطف فرحتهم. صحيفة عربية تقول: لهذه الأسباب لم يغادر سكان الحديدة منازلهم. في جولتنا الرياضية: موقع الفيفا يتحدث عن يوم الأهداف القاتلة. أهلا بكم. كيف يمر العيد في صنعاء، العاصمة التي تسيطر عليها الميليشيات، وفقا لموقع المصدر أونلاين؟ عيد الفطر في صنعاء سلاح ودعاء وخشية من حرب الحديدة. يقول الموقع إن الأهالي في صنعاء يخشون أن تمتد الحرب إلى شوارعهم أو شوارع مدينتهم، ما أن تنتهي في مدينة الحديدة. وصباح أول أيام عيد الفطر الجمعة غصت مساجد صنعاء وشوارعها بالمصلين لأداء صلاة العيد، بينما فضل سكان في الحديدة على بعد 230 كيلومتر البقاء في منازلهم خوفا من الحرب المستعرة على أبواب مدينتهم. وقال أحد المصلين في صنعاء: هناك قلق وتوتر من ما يحدث في الحديدة، نسأل الله أن يجنبنا الحرب ويكفينا الفقر والغلاء. وفي شارع آخر ألصقت على جدرانه صور لمقاتلين قضوا في معارك أو ضربات جوية. جلس عشرات المصلين فوق سجادات صغيرة أو سجادات ملونة في ساحة صغيرة بين مجموعة من المنازل ينتظرون بدء صلاة العيد، وقد وضع بعضهم سلاحه الرشاش أمامه فوق سجادة الصلاة. على وقع رنين القيود وقف أطفال المختطفين على أبواب السجون، ترقب أعينهم الدامعة الأصفاد التي تقيد فرحتهم العيدية. ويعنون موقع الصحوة نت: أطفال المختطفين رنين القيود تختطف فرحتهم. يفيد الموقع: ما زالت مشاعر الأطفال الذين يحرمون من أبائهم وهم على قيد الحياة تمتزج بين ألم الفراق والأمل في اللقاء. تتساءل ريتاج ابنة المختطف وليد الزين ودموعها تنزل بحرقة: متى يخرج أبي ويشتري لي جعالة ونسير بيتنا؟ يضيف الموقع: استقبلت ريتاج العيد بمرارة ووجع، ولم تستوعب الطفلة الصغيرة معنى أن يكون والدها مختطفا لدى أناس آخرين ويتحكمون بمصيره في غرفة مظلمة تعج بالألم والإذلال والحرمان من أبسط الحقوق. وعن أطفال المعتقل رشاد المجيدي يقول الموقع أنهم يتلمسون ثيابه لينسوا وحشة الغياب ويتأملون صورته، ويبحثون في هاتف والدتهم عن فيديوهات جمعتهم به في لحظات فرح في أعياد مضت، فوالدهم يقضي العيد السادس بعيدا عنهم. يعد مؤتمر صنعاء الخاضع لجماعة الحوثي أحد تجليات مرحلة ما بعد صالح، وترجمة فعلية لنتيجة تحالفه مع الجماعة 4 سنوات. هذه فقرة من مقال كتبته بشرى المقطري في صحيفة العربي الجديد. في استمرار للحالة الغيبية التي تعيشها الأحزاب اليمنية، تتحرك بعض الأحزاب من معسكر إلى آخر من دون مراجعة لتموضعاتها السابقة، إلا أن الأحزاب اليمنية التي لا زالت تدور حول نفسها لا تستطيع التموضع وطنيا، وإنما في إطار الثنائيات الضيقة التي أنتجتها الحرب. وفي هذا السياق يمكن قراءة تموضعات حزب المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في مرحلة ما بعد صالح، إذ أن استمرار خضوع مؤتمر صنعاء لجماعة الحوثي وكذلك زيارة مؤتمر صالح العربية السعودية مطلع يونيو يعد نتاجا لارتدادات ما بعد مقتل صالح، أكثر من كونه محاولة لبرولة مرحلة جديدة للحزب. فعلى الرغم من أن تشتت المؤتمر وانقسامه رأسيا وأفقيا إلى فروع متعددة بين جماعة الحوثي والسلطة الشرعية وإرث صالح، نتيجة منطقية لكونه حزب فرد في المقام الأول يعتمد على شخص صالح مرجعية سياسية وحيدة في توجيه مواقف الحزب وتحالفاته. فإن عدم استفادة المؤتمر من أخطاء مرحلة صالح يشكل مأزقا حقيقيا لمستقبل أحزاب المؤتمر. ترتب على مقتل صالح
توزع ولاءات القيادات السياسية والعسكرية والقبلية للمؤتمر، بما في ذلك قاعدته الاجتماعية، ما أدى إلى تبلور فروع متعددة للمؤتمر، حيث انضوت قيادات رفيعة بالسلطة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، وأعلنت ولاءها له لتعضد بذلك مؤتمر الشرعية، وتتابعت مؤتمرات أخرى بالظهور في الساحة السياسية اليمنية بحسب ولاءاتها لأطراف الحرب اليمنية وحلفائهم الإقليميين. يتابع موقع عدن الغد مجريات معركة استعادة مدينة الحديدة ويعنون: شوارع الحديدة خالية والميليشيات تأخذ المدنيين رهائن. قال الموقع إن ميليشيات الحوثي تحصنت في العمارات السكنية ونشرت مسلحيها في المباني والفنادق وسط المدينة، ومنعت السكان من المغادرة لاستخدامهم كدروع بشرية. وقال سكان في مدينة الحديدة إن مسلحي الميليشيا ومع تقدم القوات المشتركة انتشرت وسط المباني وعلى الأسطح واستخدمت القناصة. وقال الموقع إن معظم أحياء المدينة الساحلية وفي أول أيام العيد بدت شبه خالية، كما التزم الكثيرون في منازلهم خوفا من اقتراب المعارك إلى قلب المدينة. هل أدت إيران دورها بجدارة؟ وهل حان الوقت لمكافآتها على دورها التخريبي بإخراجها من المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط كما فعل ملك قديم مرة مع سنمار؟ يتساءل محمد جميح في مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي مضيفا: الضربات التي تلقتها طهران مؤخرا تشير إلى أن المخرج يريد للبطل الإيراني دورا آخر، دورا هامشيا بعيدا عن نشوة السيطرة على أربع عواصم عربية وحدود إيران الممتدة من باب المندب إلى سواحل الأبيض المتوسط. لكن الفاتورة لا تقتضي مجرد تخلي إيران عن طموحاتها النووية كما ذكر خامنئي محقا، ولكنها تمتد إلى تقليم الدور الإقليمي لطهران وتقليم مخالبها البالستية وأنيابها النفطية والغازية. وبخروج أول قلامة من أصابع الحائك الماهر بدأ الريال الإيراني يتهاوى، ومع تهاويه يخشى الحائك من تكرار مشاهد غير سارة في شوارع طهران وشيراز وأصبهان، وهذا فيما يبدو السيناريو المرسوم لإخراج البطل من مشهد البطولة مع ذروة النهاية للفيلم الذي يعرض هذا الموسم على شاشة عملاقة ممتدة من خليج عدن إلى الأبيض المتوسط ومن اللاذقية إلى بغداد. بقي أن نشير إلى مقولة لعلماء النفس تذكر أن بعض الممثلين يعانون فترات طويلة عقب تمثيل دور البطولة من استمرار سيطرة دور البطل عليهم حتى في حياتهم الواقعية، لأنهم تقمصوا الدور أثناء التمثيل إلى درجة يصعب عليهم فيها الخروج من دوائر الدور المرسوم. هذا بالضبط ما يعاني منه بطلنا قاسم سليماني الذي ظن في لحظة معينة أنه قادر على صياغة الأحداث، ليجد نفسه فجأة مجرد بطل في فيلم رخيص مارس فيه دور بطولة قذرة على حساب مقدرات وإمكانات وحواضر عربية شارك في إضرام حرائق التاريخ في جغرافيتها. ما زلنا في معركة الحديدة، حيث يتم عزل المناطق عن بعضها، ونتيجة لذلك يقع العديد من الجرحى وتتدهور حالتهم الصحية أكثر. وتعنون صحيفة الأيام: أهالي قرية المنظر بالحديدة يدعون لإجلائهم وجرحاهم من وسط معركة المطار. قالت الصحيفة إن سكان القرية وجهوا نداء مستعجلا لإسعاف وإنقاذ مدنيين أصابتهم نيران الاشتباكات بين القوات المشتركة ومسلحي الحوثي على تخوم مطار المدينة. وقال مراسل الأيام في الجبهة إن الحوثيين استخدموا مدنيين دروعا بشرية أثناء المعارك. وتلقى مراسل الأيام في مدينة الحديدة نداء استغاثة أطلقه المحامي حسن فتيني طالبا إرسال طواقم إسعافية لأهالي قرية المنظر التي أصبحت محاصرة حاليا وسط الاشتباكات وبالقرب من مطار المدينة، وأدت إلى سقوط قتلى ومصابين من المدنيين. وحث المحامي على وقف الاشتباكات لإجلاء الجرحى وسكان القرية المحاصرة من طرفي الاشتباك والسماح بدخول سيارات الإسعاف للقيام بواجبها. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى أخبارنا المنوعة، فابقوا معنا.
تتجه بناظريك إلى ما هو حولك، تكتشف جمال كل شيء. تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية. تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة. ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. أهلا بكم من جديد. لماذا انتظر سكان الحديدة الحرب في منازلهم ولم يغادروا المدينة هربا بأرواحهم؟ تقول صحيفة العرب الجديد إن الفقر والخوف يجبران الأسر اليمنية على البقاء في الحديدة وسط القصف. تقول الصحيفة إن عشرات الأسر اليمنية في مديريات محافظة الحديدة اضطرت إلى البقاء في مساكنها رغم الحرب الدائرة في المنطقة بين ميليشيا الحوثي وقوات الجيش اليمني وداعميها من التحالف العربي، بعد عدم قدرتها على النزوح لأسباب متباينة. وقال سكان محليون أنهم لا يستطيعون النزوح لعدم قدرتهم على توفير تكاليف النقل أو عدم توفر مأوى بديل. وأكد عبد الرحمن عبد الله أنه لن يغادر منزله لأي سبب، وقال للعربي الجديد أنه لا يعرف إلى أين يذهب مع أفراد أسرته إذ وصلت المواجهات المسلحة إلى قريته في مديريات الحواك. وأشار إلى أن أغلب السكان لم ينزحوا مثله بل قرروا البقاء أيا كانت التداعيات، وأضاف إلى أين نذهب ومن أين نأكل ونشرب ومن سينقلنا إلى مأوى آمن، لافتا إلى أنه لم يستطع توفير أي مواد غذائية تساعدهم على الصمود في حال اضطر للبقاء في منزله بسبب المواجهات. والأمر نفسه أكده حسن إبراهيم والذي قرر البقاء رغم وقوع منزله بالقرب من الطريق العام الذي تمر منه المركبات العسكرية، ويقول للعربي الجديد: لا أملك مالاً للانتقال إلى مكان آخر، كما أن الألغام في كل مكان من حولنا. قال وزير الإدارة المحلية بالحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيف فتح لصحيفة الشرق الأوسط إن الحوثيين يجنون أكثر من 30 مليون دولار شهرياً من ميناء الحديدة ويستخدمونها لدعم مجهودهم الحربي. وأضاف فتح أن الحوثيين يعتبرون الحديدة وميناءها موردا ماليا مهما، إضافة إلى استخدامهم الميناء قاعدة عسكرية لتوريد الأسلحة والمعدات، ما يشكل تهديدا لحركة الملاحة البحرية وتهديدا للأمن الإقليمي. وأضاف أن الموارد الإغاثية والتجارية والصناعية التي تأتي للحديدة تستخدم لخدمة المجهود الحربي للحوثيين. وتابع أن الميليشيات الحوثية تستخدم المواد الإغاثية التي تدخل ميناء الحديدة لخدمة مجهودها الحربي دون أن يستفيد منها سكان الحديدة ولا سكان المحافظات الأخرى. لا نعرف من اقترح جزيرة سنغافورة مكانا لقمة ترامب وكيم، سواء كان المقترح حسن النية أم لا، فإنه وفر فرصة أو الفرصة للزعيم الكوري كي يشاهد أحد أكثر بلدان العالم أمنا. هكذا بدأ سمير عطالله مقاله في الشرق الأوسط متحدثا عن واحدة من أكثر الدول نموا وقال: كانت سنغافورة جزءا من ماليزيا ولم تستقل استقلالا بل طردت طردا. ورقة الحظ الأولى كانت للمؤسس لي كوان يو الذي ظل في الحكم من 1959 إلى عام 1990. معه انتقلت من العالم الثالث إلى العالم الأول، بناها على طريقته ونموذجه أولا قبل أي شيء النزاهة والصدق، لا مكان للفساد والفاسدين. لكن من أين المال وهي جزيرة بلا موارد من العقل؟ صحيح أنها بلا ثروات طبيعية، لكن موقعها من ماس وفضة وذهب وجعل البحر منجمه والميناء بئره النفطي وجسر التجارة بين الشرق والغرب. لكن ثمة شيء آخر، لن يكون هونغ كونغ أخرى، لا مركبة خفية ولا مهاجرين مشبوهين ولا المخدرات حكمها الإعدام، ومن يرمي ورقة في حديقة فلن ينسى العقاب. سوف تكون هذه المساحة الصغيرة إحدى أغنى بقع الأرض في العالم، وأهمها تعليما و360 مدرسة وجامعتان،
فوق 700 كيلو متر مربع. للأسف أن يقال إن الكوريين الشماليين يعانون من سوء التغذية وأحيانا من المجاعة، وإن سنغافورة الاقتصاد الثامن في العالم. من أجل ماذا تريد كوريا الشمالية أن تكون القوة العسكرية الرابعة في العالم؟ كيف يمكن لفرد أن يعيش مع عائلته على 1000 دولار في العام؟ طبقت سنغافورة شعار الكتاب الأخضر الشهير البيت لساكنه، ليس بالمصادرة ولا بالهباب، بالعمل والإنتاج والمنافسة وإطاعة القانون. كيف يستطيع الزعيم كيم أن ينام بعد رحلة سنغافورة؟ نشرت صحيفة اي البريطانية مقالا تحليليا كتبه مايكل داي عن استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل نظام عالمي جديد يتساءل فيه: هل أضحت الولايات المتحدة هي العدو الآن؟ يقول مايكل إن دونالد ترامب حتى وهو رئيس يشتم ويهين الحلفاء ويمزق لاتفاقيات دولية ويتقرب من الدكتاتوريات، وهو بذلك يثلج صدر الناخبين الشعبويين في البلاد. ويضيف في تقرير ترجمته البي بي سي أن أسبوعا واحدا وقتا طويلا في السياسة، فما بالك بثمانية أعوام وترامب في البيت الأبيض؟ لو فاز بفترة رئاسية ثانية مثل ما يتوقع البعض من الذين كانوا يستبعدون الأمر نهائيا، فترامب أصبح حسب الكاتب يهدد الأمم الصديقة مثل بريطانيا بالحرب التجارية، ويهمل التغير المناخي، ويميل إلى المواجهة العسكرية مع إيران. ويرى مايكل أن ازدراء ترامب للعرف السائد منذ بعد الحرب العالمية الثانية ظهر في قمة الدول السبع في كندا، إذ لم يتمكن المؤتمرون لأول مرة من التوصل إلى إصدار بيان مشترك. ووصف ترامب رئيس الوزراء الكندي في تغريدة على تويتر بأنه غير نزيه وضعيف. يقول الكاتب: لو أعيد انتخابه مثل ما يتوقع الكثيرون الآن، فإن كوكب الأرض سيحترق وسيتحول المحيط المتجمد الشمالي إلى حقل للتنقيب عن النفط. في جولتنا الرياضية نتابع ما وصف به موقع الفيفا يوم أمس، حيث أطلق عليه تسمية يوم الأهداف القاتلة. قال الموقع: من الصعب أن نعيش يوما حافلا بنفس القدر من مشاعر الإثارة والحماس والتشويق التي حملها في طياته اليوم الثاني من منافسات كأس العالم روسيا 2018، حيث حسمت جميع المباريات الثلاث يوم الجمعة في الدقائق الأخيرة. فبينما احتفلت الأوروغواي وإيران بفوزهما الثمينين، كان كريستيانو رونالدو في الموعد كعادته، حيث تصدر كل العناوين في القمة بين أسبانيا والبرتغال التي انتهت على إيقاع مهرجان من الأهداف. فقد سجل صاحب القميص رقم 7 أول ثلاثية له في كأس العالم الفيفا، ليصبح ثالث برتغالي يحرز ثلاثية شخصية في النهائيات بعد أوزيبيو وباوليتا، حيث افتتح باب التسجيل في مطلع المباراة ثم عاود هز الشباك قبيل نهاية الشوط الأول، بينما أدرك التعادل لفريقه في الدقيقة 87 لتنتهي مواجهة الجارين بنتيجة 3-3. من جانبه، منح الأوروغواياني خوسيه خيمينيز أول فوز لمنتخب بلاده في تاريخ مبارياته الافتتاحية في كأس العالم الفيفا منذ نهائيات المكسيك 1970، فمن خلال ضربة رأسية قوية في الدقيقة 89 تمكن قلب الدفاع أخيرا من شق طريقه إلى مرمى الحارس محمد الشناوي الذي كان سدا منيعا أمام كل الهجمات الأوروغواينية. أما إيران فقد تعين عليها الانتظار حتى الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما سجل المدافع المغربي عزيز بهدوز بالخطأ في مرمى. أجمل الصور من مباريات أمس نطالعها بصحيفة الغارديان البريطانية في جولتنا المصورة.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.